للست دي المستشفى، مش كده؟ الله ينور عليك. للأسف مش بتاعتي. انت كده بتخبط على الباب الغلط يا درويش. ليه بقى؟ مش سكتها صاحبي. انا اخري في الموضوع دوت ان انا رايح الست دي من بلاوي الدنيا واخليها تقابل وجه رب كريم، انما عشان ادخلك مستشفى عليها حراسة وامن عشان تقعد تأنسها وتجالسها مش سكتي. بس الامانة في ناس سكتها دي. ناس زي مين؟ نفكر. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. والله ما انا عارف ايه اللي بيحصل لي ده يا اخي. قضيت 20 سنة من عمري منسي، وبعد السنين دي كلها تجيلي بلوى. بلوى ماليش دعوة بيها خالص. تقلب عليا القديم والجديد. ايه ده بس؟ ربك غفور رحيم. دلوقتي انت محتاج لموضوعك ده خريطة. يعني ايه؟ يعني عايزين عيل ابن قرود يكون دايس المستشفى وعارف دهاليزها وبهاريزها، يوصلنا لغاية عتبة أوضة الوزيرة. ما تقلقش، أنا هعسعس كده وبإذنك يا رب هجيب لك اللي يودينا. ما تقلقش، حبايبنا كتير وإن شاء الله هنلاقي. معرفش ألاقي الواد حسن الحن صاحي دلوقتي ولا إيه؟ مين؟ حسن الحن. الحن؟ عيل إيه؟ حسن الحن؟ آه ما شاء الله. تروبين بسرعة بسرعة. ايه السلام عليكم يا عمونا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جبت لك قرار المستشفى. ايه طمني. أنا بغشك لو طمنتك يا درويش. ليه كده بس؟ أنا قاعد بتسددها في وشي كده ليه؟ مش القصد، بس المستشفى ليها نظام صعب قوي يا أخي. طقم أمن 30 نفر وزيادة، كاميرات مراقبة، حتى الزيارة بالثانية، واللي يخش لازم يسيب بطاقته مع الأمن. خي على كده. طب ما ينفعش اخش على اني دكتور؟ فكرت فيها، ما فاتتنيش. اكتشفت ان الدكاتره والممرضين لازم عشان يخشوا معاهم كروت خاصه كده، عامله زي بتاعه المترو. يحطوها لمؤاخذه في حته، ينفذوا بقى من البوابات اللي تعديهم على الحتت الحساسه، اللي هي زي الطوارئ، العمليات،
الرعايه المركزه. طب وبعدين يا ماهر؟ وبعدين اكيد لازم يبقى في حل، لازم يبقى في حل يا ماهر. شوف انا لازم اقابل الوزيره دي باي طريقه ماهر، لازم اقابلها. كنت عارف انك عينه دي ومش هتفوتها. شوف موضوع دخولك المستشفى ده مش هينجدنا منه غير الفرس الطائر. الفرس الايه؟ الطائر. غزال الوديان، ساحرة الصحراء، سيدة المهام المستحيلة، نرجس الرمش. هلو هلو، حضرتك دكتور هنا هوت؟ انا هوت؟ انا دكتور هنا هوت. حلو قوي. وايه اللي حلو؟ انت اللي حلو. ايه يا ستي؟ الله مالك؟ ايه قلبي وجعني، عايزك تكشف عليا كشف مسخره. والله ايه يا ست المسخره دي؟ الله ما تحترمي نفسك. لا ده انا محترمه قوي. الحقوني يا ناس، انتوا فين يا بتوع التحرش الجماعي يا استاذه ريهام؟ الله في ايه يا ست؟ الله وانا جيت جنبك. اللي حصل؟ عامل نفسه دكتور وقال ايه عايز يكشف عليا في الشارع. ايه قله الادب دي؟ اقسم بالله ما عملت حاجه. دلوقتي ما عملتش حاجه وبشويه تقول لي ما حدش هيغتني وان الرجاله خلصوا من البلد. ده انت كده عايز تتربى. ايوه اضربوه وربوه. ايوه اوعى. ده حقي؟ ده حقي. سادة اللي سماكي سيدة الأقمار السوداء. أها، بكمية دخول المستشفى والكارت كمان اللي بتخش بيه بوابة غرفة الإنعاش وقال لي شعار المستشفى. يعني أنت مبسوط كده مني يا بحترم؟ والله ما عارف أشكرك قد إيه يا ست نرجس، بس أنا عندي سؤال واحد من غير مؤاخذة يعني. اتفضل. يعني هو أنت تخصص نشل ولا جمع الدول القديم ولا ايه يعني؟ بص يا معلم، خفه اليد ما تطلعش غير مع الذئب البشري المفترس. يا عيني. لكن الذئب المستانس بيدفع من غير مشاكل. يا سيدي يا سيدي كده كرنيهك معاك. والبلطو جاهز. لو عاوزنا نركب لك سماعه كمان نركب لك. قلت ايه؟ استنى بس، استنى بس شويه. ايه ده؟ ايه انا هخش بالكارت ده ازاي؟ ايه ما دفعتش الاشتراك؟ ايه انا؟ ايه يا ماهر؟ انت مزنوق ولا ايه؟ لا لا عايز تفك؟ لا امال ايه بس اللي انت كمان؟ بقول لك اخش بيه ازاي ده؟ ماله؟ في صوره عليه صوره. اوبا اوبا. اخبار التاتش ايه؟ تسلمي لي يا روح عمي. ممكن يا عمو لو سمحت ترسم لي فيلم بزلومة على وشي؟ يا دين النبي. انت فين يا راجل؟ والله ليك وحشة. ايوه انا راجل عجوز. انا مش مصدق نفسي. انت فلتت ازاي؟ لا انا ما فلتتش، بس الخدمة اللي انا جاي لك فيها هي اللي هتفلتني. يبقى الموضوع عاوز قعدة. عايز قعدة. مساء الخير. مساء الخير. خير يا فندم ما تقلقيش، انا جاي اقول لحضرتك انه حاله معالي الوزير الحمد لله استقرت بشكل كبير. دكتور ايهاب هو اللي لحقت انت الصبح لما حصلت الازمه. يا سلام، ربنا يحميك يا ابني. والله انت عارف حضرتك يا دكتور ان اصعب مرحله بتمر بيها الدكتوره ناديه دلوقتي هي المرحله اللي هي فيها حاليا، ولو ما فيش متابعه دقيقه ليها هتمر بازمات وتخش في صدمات من غير سابق انذار. الحقيقة يا دكتور هو ده السبب اللي خلاني اجي دلوقتي. اللي حصل لها النهاردة الفجر ده مش مضاعفات طبيعية لحالتها. يعني ايه؟ انا في الاول تصورت انه الكيس هتكون هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، فدت لها حقنة اتروبين مع الكتريك شوك، لكن لما ملقيتش اي استجابة ما كانش قدامي غير ان اخد